الموت والعمر، من يقهر من؟ هل يموت الناس لأنهم تقدموا بالعمر؟ من منا لا يملك قريبا أو صديقا توفي صغيرا ولديه أيضا كبير في السن لكنه حي يرزق وبكامل صحته؟ من الضروري أولا أن نحدد العمر الذي يجعلنا مسنين، فمع التقدم الطبي والعلمي والتكنولوجي أصبح الجميع يردد أن عمر 40 إلى 50 عاما هي العشرينية الجديدة، أو متوسط الأعمار آخذ أيضا في الارتفاع منذ عقود. عالميا أغلب الآراء تقول أنك تكون كبيرا في السن، آسفة، إذا كنت في سن 65 فما فوق، وهذه الفئة مقسمة لمجموعات. الأولى من أعمارهم بين 65 و74 هم مصنفون كصغار كبار السن، والذين تتراوح أعمارهم بين 75 و84 صنفوا كمتوسطي كبار السن. أما من هم أعمارهم فوق 85 فهم كبار السن حقاً. دعونا نعود إلى بداية القصة. هل كبار السن إذن يموتون لأنهم فعلاً كبار في السن؟ أم هناك أسباب أخرى؟ تقول الدكتورة نيهاريكا سوتشاك من جامعة فلوريدا إن البشر لا يموتون بسبب كبار السن، وإنما يموتون في سن متقدمة، لأنه ومع تقدم العمر هناك مجموعة من الأحداث الطبية السلبية تجعل أجسادنا أكثر تعرضاً للمرض. لكن تمهلوا، ليس هذا كل شيء، إن تقدم سن الإنسان يجعل جسده أكثر ضعفاً إلا إذا عاش حياته ضمن نظام صحي سليم وهو صغير في السن. دراسات عالمية كثيرة قالت إن تقدم السن لا يرتبط مع الموت، فالأجداد عاشوا لسنوات أطول وهم بصحة جيدة، ولم يكن تقدم السن السبب الحتمي في وفاتهم. إليكم بعض الأسباب. أولاً، في الزمن القديم كانوا يتناولون وجبة واحدة غالباً خلال النهار، وقلما كانوا يأكلون في الليل. ثانياً، لم يكن لديهم أطعمة مصنعة، واعتادوا على الخضار والفاكهة العضوية التي كانوا يزرعونها بأنفسهم. ثالثاً، في الزمن القديم كانت الزراعة كل شيء، واللحوم كانت الأقل تواجداً على الموائد. رابعاً، كان الأجداد بعيدين كل البعد عن المنظفات الكيميائية أو المستحضرات التجميلية، ومع ذلك كانت بشرتهم أكثر نضارة. خامساً، كان الأجداد يقضون أوقاتهم في الزراعة وفلاحة الأرض، وهي رياضة وعمل في آن واحد. وسادساً، كانوا ينامون مبكراً، وكانت الحياة أبسط ولا يوجد فيها الضغوط التي نتعرض لها اليوم. سابعاً، تعود الأجداد على علاج أمراضهم بالأعشاب الطبية، ولم يلجأوا كثيراً إلى الأدوية. ببساطة، عملية التقدم بالسن هي عملية معقدة للغاية، وكبار السن بعمر معين يبدو وكأنهم تصالحوا مع فكرة الفناء. فعند تقدم سن الإنسان يصبح الحفاظ على التوازن الجسماني أصعب، لكن العادات اليومية ونمط الحياة الصحي هي التي تحدد مستقبلكم. وسبحان من قهر عباده بالموت. دمتم دائما بعمر أطول بإذن الله.